مساء الخير، احلى تحيه لكل مشاهدي اس بي اي بيروت سيتي على فيسبوك ويوتيوب. منافسات بطوله لبنان لكره السله اكيد مستمره بعد المرحله ال 15 السادسه ايابا، مباراه مهمه كثير اليوم بسانت ديمرجان بالنقاش بين صاحب الارض الانترانيك ونادي بيروت مع المدربين اكيد بدايه كوتش جورج عيقي وكوتش جو غطاس. رح نبلش مع الضيف كوتش جو، يعني صراع المركز الاول بعده قائم عندكم، مشان هيك اليوم المباراه كثير مهمه مع العطرانيك اللي كانت بتريد صعوبه كثير كبيره تفوزوا عليه ذهابا باول ديسمبر الماضي. مضبوط 100%، بعدها ليك كل شيء بعده مفتوح بالبطوله، بعدنا عندنا اربع مراحل، فينا نخلص اول فينا نخلص رابعين. وضعنا مش كثير منيح، لف ورجع امبارح على التمرين، دار منصاب، علي محمود منصاب، كرم منصاب، بس ان شاء الله ويل مانج نربح. شو وضع الاجنبي جديد اليوم؟ شفناه تمرينه واحده كمان، بس يعني ما مش كثير عندنا فكره، بس انه راح يجرب يساعدنا بالوقت اللي بيقدر فيه يساعدنا. قد ايه في صعوبه اليوم تلاقوا اجنبي كوتش؟ يعني كل اللاعبين ماضيين بعد السيزون. ليك هلا كثير في صعوبه، كل الدوريات بعد ما خلصت، كوريا، الصين، اليابان، حتى اللي عم بخلص عم بفضلوا ما يجوا على المنطقه، على الميدل ايست، خاصه على لبنان ووضع وضع البلد. بس يلا خير، جود لك لليوم. ثانك يو. لكن روح رياضية كبيرة مع كوتش جو. كوتش جورج كمان برافو، بنرجع دائما بنأكد على هالموسم الحلو اللي عم تعمله مع فريق انترانيك، عن جد هاتس اوف. الفريق بالمركز السادس حاليا، وكثير بهمك تحافظ على هذا المركز قبل الوصول للفاينل 8. المنافسة بعدها قائمة مع فريق الانطونية. صح. اليوم مثل ما كنت عم بحكي مع كوتش جو، لقاء الذهاب نقطة واحدة 93 92 بالشياح، ممكن كثير تفوزوا اليوم قبل ما نبلش المباراة. اكيد بدنا نفوت بعد فترة غياب كثير وتوقف طويلة جورج، بدنا نجرب نفوت مركزين، عم نجرب نقدم المستوى يلي خلصنا فيه اخر جيم بالريتور، واكيد الفريق حاضر، كنا عم نتمرن كل الوقت، عملنا تو فريندلي جيمز تنضلنا بالجيم شيب تبعنا، سو توفيق من عند الله بالنهايه، حنجرب نقدم كل شيء ممكن تنقدر نعمل جود جيم بالنهايه، واذا قدرنا ربحنا. قد ايه صار الفريق ما لعب جيم؟ سوري قد ايه صار الفريق ما لعب؟ 25 نهار. 25 نهار؟ نعم. مباراتين فريندلي كانوا كافيين برايك يخلوا الاجواء؟ هلا انتبه بالتو فريندلي جيمز لعبت الكل، سو ما ركزت على الروتيشن اللي يوجولي بلعب فيها انا ديورينج ذا جيمز، اكيد كانت مفيده لنا، بس بنفس الوقت كل الفريق لاعب وما قدرت استفادت مثل ما لازم استفيد. ما راح اخرك بقى، يلا جود لك. ثانك يو كوتش جورج. لكن هيدي كانت اجواء المدربين قبل انطلاق المباراه المنتظره انترانيك بيروت، شو معنا لايف اكيد على اس بي اي وبيروت سيتي. و دقائق قليلة، لا بل ثواني قليلة بنكون مع انطلاق المباراة. إذن التشكيلة الأساسية عند فريق الأنترانيك اليوم: كريستيان هارفي، سليم علاء الدين، يوسف غنتوس، جميل كولمان، وجوردن برونر، الثلاثة الأجنبي المميز عند الأنترانيك فعلا هالموسم، عم بيكونوا كثير منيح دفاعيا وهجوميا. عند فريق بيروت ستارتنج لاين أب: علي مزهر، سيرجيو درويش، جان مارك جروج، علي حيدر، وتايري كوربت. يعني كمان كليف الكسندر منه موجود مثل ما كان عم بيحكي كوتش جو، منه بعد كان جاهز ليبدا فيه كاساسي اليوم. دار تاكر منصاب، عم نشوف اليوم لامار مالوري راح يكون الاجنبي البديل ل دار تاكر، وعندنا كمان تايري كوربت اذا صار لعب مباراتين ببطوله لبنان. رباح نجام حكمنا الدولي اللي صراحه بنشوف حالنا فيه، الحكم يلي تم اختياره بين افضل 40 حكم عالميا وراح يكون عم يمثل لبنان بالالعاب الاولمبيه باريس صيف 2024. سمير صالح موجود كمان عم تشوفه على المنصه، ماتر شلب الرزق، زملاء كمان موجودين معنا اضافه لحضور جمهور لا باس فيه بمدرجات سانتر ديمرجيان. مباراة ما راح تكون سهلة، خاصة المشاكل اللي عم بيواجهها فريق بيروت على صعيد اللاعبين الأجانب. اليوم التركيز والثقل الأكبر راح يكون على اللاعبين المحليين طبعا،
لاعبين ممتازين على فريق بيروت. نشيد وطني. إذا بانتظار الجامب بول حكام المباراة، مثل ما ذكرنا يعني كنا عم نحكي عن كوت عن الحكم الدولي اللي بنشوف حالنا فيه اكيد رباح نجيم، رح يعاونوا اليوم زياد طنوس وكلود ابي جبرايل. فريق بيروت بالثياب السوداء الكامله، فريق انطانيك بالثياب البيضاء الكامله على ارضه. جو غطاس بحوار مع الحكم زياد طنوس قبل انطلاق المباراه. الغنطوس اخر الداخلين على ارض الملعب لاعب فريق الانترانيك اللي كمان دوره راح يكون اساسي جدا اليوم بحال اراد الانترانيك اكيد خطف هيدي المباراه. لقاء الذهاب في 1 ديسمبر 2023 بالشياح انتهى بس نقطه واحده لبيروت 93-92. المحاوله الاولى واول سلة عم بسجلها فريق الأنترانيك عبر علاء الدين. علي حيدر مقطوعة والانطلاقة السريعة مقطوعة من جديد كمان تورن اوفر على فريق الأنترانيك. سيرجيو عمل كروس اوفر طلع على السلة. علي حيدر ما بيسجل، تبقى بترجع الكرة لفريق أنترانيك. غنطوس جوردن برونر تحت السلة لجامير كولمان بيسجل، وبداية قوية لفريق أنترانيك 4-0. كيف رح يرد فريق بيروت على الانطلاقة القوية لأصحاب الأرض؟ طب بتبقى مع بيروت 14 ثانية جديدة. يعني مثل ما كنا عم نحكي مع كوتش جو للنادي اليوم يلاقي لاعب اجنبي مميز عمليه عم بتكون صعبه خاصه بسبب الاوضاع اللي عم بتكون بالميدل ايست. والمحاوله الثلاثيه هالمره ما بيسجل منها تايري كوربت، كان كمان اضاع كره من شوي تحت السله تايري. وبعده فريق بيروت ما سجل بهالمباراه. يوسف يوجه في سيرجيو، يوسف بخلي الطابه معه حلو كثير بايده الشمال بيسجل بكل ذكاء يوسف غنطوس. 6-0 لأنترانيك. ما تستهونوا ابدا بفريق أنترانيك هالموسم. صاحب المركز السادس واللي فرجينا مباريات كثير حلوه بهيدي السيزون سيرجيو ما بيسجل على الميد رينج تحت السله. فاول باسكت تايري كوربت بيسر على الفاول من جامير كولمان. عم تشوف تسديدة سيرجيو، ويعني كيف وصلت الكرة هون يعني لطايري من بعد ما ضربها جامير على البورد.
عم بيسجل أندوان تايري كوربت ثلاث نقاط وأولى نقاط نادي بيروت بهالمباراة 6-3. جامير كولمان جامير أو جوردن برونر أو كريستيان هارفي عن جد ثلاثي كتير منيح مع فريقه بهالموسم، ورح نحكي عن أرقامهم بلقاء الذهاب. علي حيدر بكل قوة بيسجل، بيستفيد من قوة جسمه والفينش بإيده الشمال دائما ممتاز. علي حيدر 6-5. كريستيان هارفي بيخسر الكرة، تورن اوفر على الأنترانيك. علي مزهر مثل السهم على السلة، علي بحامل كرة بجسمه وبيسجل على جامير أو على جوردن برونر. حامل الطابة بجسمه والفينش دائما ممتاز كمان عنده لعلي مزهر لاعب منتخب لبنان. 7-6 بيروت، 7-0 ران من 6-0 ل 7-6. خطأ بيحصل عليه كريستيان هارفي. كريستيان هارفي كان عمل 17 نقطة بلقاء ذهاب الشياح بين فريقين، بوقت كان جامير كولمان أفضل مسجل بالمباراة وعند فريق أنترانيك ب 27 نقطة. جوردن بروندر كان عنده 25، هارفي 17. بوقت كان كليف ألكسندر أفضل مسجل عند بيروت بلقاء الفريقين ذهابا بالشياح مع 20 نقطة، سيرجيو 19، علي مزهر كان عمل 13 نقطة و14 تمريرة حاسمة. سبعة سبعة. علي حيدر، علي تحت السلة بيعمل فيك، بيطلع بيطلق البلوك شوت، بتابع مرة تانية. علي حيدر أربع نقاط لعلي. كان يطلق البلوك أول مرة من جوردن برونر بس ما استسلم أبدا. علي دايما تحت السلة، من صعب إنه يتوقف، إذا توقف مرة التانية يا فاول يا باسكت. جوردن بوجه فيه علي، جوردن بياخذ البول اب جامبر ما بيسجل. ريباوند لجان مارك وسيرجيو، سيرجيو اول ذا واي حلو كثير، كيف ببعد الكره عنه لجوردن برونر، ببعد عنه الطابه بكبها على اعلى الباك بورد. رائع يا سيرجيو، اول سله لدرويش وسريعا بيروت عم بيعمل جاب اربع نقاط. حاليا وصول رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي إلى أرض الملعب. ثلاثية بيسجل كريستيان هارفي، أربع نقاط لهارفي، عم بيقلص الفرق لنقطة. علي مزهر سكرين كان من تايري، ترجع لعلي حيدر أو قطوعة فعلا ممتاز بالستيلز وبالسكورينج كمان كريستيان هارفي. سلة استعراضية رائعة لهارفي. علي مزهر طايري بيلعب بيده الشمال وبياخذ التسديدة وبيسجل. ست نقاط لطايري كوربت وبسرعة سريعين جدا بوقت في تباطؤ كبير بالعودة الدفاعية عن فريق بيروت. عم يستفيد من علاء الدين نقطة الرابعة لسليم. لعب صار كتير سريع، اللعب برد بسرعة نادي بيروت. بنقطتين جديد لتايري كوربت، 8 نقاط، بداية قوية لتايري. تايري كوربت هيدي مباراته، الثالثة، عنده معدل 14 نقطة ببطولة لبنان قبل المباراة، يعني بتو جيمز. غنتوس يحصل على الفاول باسكت، شو هالاختراق الرائع ليوسف غنتوس، كثير حلوة سلته ليوسف، رجع منشوفها دخول ممتاز على السلة، درايفنج لاي اب ولا أروع ليوسف. يوسف
يوسف نقطة الرابعة وعنده أند وان. رح يسجل يوسف ويرفع رصيده لخمس نقاط. هيدا اللي بيعمله يوسف وبيعيد التقدم لفريقه. سيرجيو علي مزهر بيستفيد من سكرين من علي حيدر بيحاول يوصل له اياها بثلاث البلوك شوت. في ووكينج على علي. برونر غنطوس ياخذ سبيس تاخذ تسديده يوسف غنطوس بول اب جامبر يوسف غنطوس. او شو عم بيلعب حلو اليوم مع طلاء المباراه اكيد. سبع نقاط ثلاث نقاط تقدم اترانيك. سيرجي بتخترع على البيس لاين. جامارك سريع كاتش اند شوت ما بيسجل بعيد تسديدته والهارفي بتابع طريقه. هارفي ما في فاول بترجع ليوسف غنطوس يلي بيسجل يوسف. مش معقول شو عم يعمل يوسف مع طلاء المباراة. لاحظوا هارفي يطلع على السلة ما في فاول فعلا ما كان في خطأ. والفينش الدرايف بايد اليمين الفينش بايد الشمال ليوسف غنطوس. ادوان جديدة تاني على التوالي. تسع نقاط ليوسف عنده فرصة يدخل سريعا بالدبل فيجرز بأول كوارتر. صار هو بيست سكورر من بعد لاعب فريق بيروت تايري كوربت اللي معه 8 نقاط. بيسجل الانوان يوسف غنطوس دبل فيجرز والفارق 6 لانترانيك. بقول ميغال مارتينيز عند بيروت علي حيدر بيلعب على جوردن برونر. علي بيخسر الكرة تورن اوفر جديد على بيروت. بدنا نشوف هلا مع نهاية الربع الأول كم تورن اوفر ارتكب فريق بيروت. كمان اليو غصن بيدخل عند فريق انترانيك. جوردن برونر بياخذ التسديده. برونر صعب كثير تسديدته اضطر ياخذها. كان بعد في ثلاث ثواني للشوت كلوك. على كل حال علي مزهر علي طلع السله. علي كمان تيرن اوفر على فريق بيروت. لا اكتب على فريق بيروت. لا 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 تيرن اوفر يا علي. ست نقاط فارق. محاولة ضغط على اليو غصن. ضغط دفاعي كبير لبيروت لمحاولة توريس الفارق مع نهاية الربع الأول. جميل كولمان أربع ثواني. جميل بياخذ تسديد صعبة. يوسف غنطوس بيلتقط الريباوند بآخر ثانية وبيسجل 12 نقطة ليوسف. أون فاير اليوم. سيرجيو حلوة كثير تمرير سيرجيو لعلي حيدر كثير حلوة. وعلي عم بيقلص الفرقة ستة 24-18 اخر دقيقتين من الربع الاول. يوسف اون فاير. يوسف عم بيسجل. سيرجيو بيطلع ديفنسيف ريباوند بروح هو بالطابة. سيرجيو بيوصل لعلي الزهر وبيحصل على الفاول. الخطأ من يوسف على علي.
ديلين عند الانترانيك مع عودة كريستيان هارفي. جميل بولمان عم يسجل فيه بآخر دقيقة 47 ثانية من الربع الأول. العكاوي على أرض الملعب كمان. وتبديل هون اضطراري عند فريق بيروت. علي مزهر عم بيشكي عم بيعاني من إصابة بكف إيده الأيمن، اضطر إنه يخرج ليتلقى العلاج. سلامات لعلي بدل ما يكون على فيتروز. جمال جروش طبعا المعالج خليل نصار عم بيتكفل بمعالجة علي مزهر. خليل كمان هو المعالج الفيزيائي كمان لفريق لمنتخب لبنان لكرة السلة. جمارك اللي بيعرف هيدا الملعب كتير منيح لما تألق بصفوف الانتراني بسجل 2-2 والفارق نزل لأربعة. هارفي يوسف على ميجو كريستيان هارفي من جديد فيها كمان من تايري كوربت بوجهه 1-3-1. عم بيلعب الكوتش جو غطاس حاليا سيستم دفاعي غنطوس. 4 ثواني 3 تسديدة هارفي صعبة ما بيسجل. العكاوي كاد لطقت الاوفنسيف ريباوند تبقى ترجع الكرة لبيروت. ميغيل تايري علي حيدر بياخذ تسديدة ثلاثية ما بيسجل عليه. والانطلاقة من سليم، سليم بروح اول دوبي على السلة، سليم بيتعرض للبوكشوت من علي حيدر. لعب بتسرع بيكون من فريق انترانيك حاليا. ومحاولة ستيل كانت من كريستيان هارفي على سيرجيو. بروح رياضية كبيرة سيرجيو بيساعده لهارفي ليقوم من أرض الملعب. نعيم رباي لأول مرة بالجيم بدلا من علي حيدر. سليم بيطلع ليرتاح اندرو كوبالي بدلا منه. اندرو كان عمل مباراة كبيرة ذهابا بالشياح مع الانترانيك بمواجهة بيروت، عمل 16 نقطة. لاعب شوتر ممتاز سيرجيو، سيرجيو حلو كثير فلوتر ما بيسجل منها، بيرجع بطاقة الريباوند كمان ما بيسجل. والفلوك شوت بوجهه لتايريك اوربت من قبل جوردن برونر. والفينش الرائع، الفينش الرائع لكريستيان هارفي اللي بيحتفل على طريقته الخاصة. حلوة كتير انطلاقته، لاعب سريع سريع. لاحظوا 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 مثل السهم، لاحظوا ملا فينش، لاحظوا كيف بيهدي الطابة وبيطلع من مسافة بعيدة بيخلص ستيبس تبعه. ممتاز كريستيان هارفي، لاعب من عن جد جميل جدا انه تحضروا هيك لاعب عرض الملعب. 8 نقط لكريستيان هارفي، هو اللي عنده معدل 21.4 ببطولة لبنان، بسجل نقطة 9. والفارق 7 لأصحاب الأرض. ميغيل لجان مارك سيرجيو وجهه في كوبالي. سيرجيو بحاول ياخذ البول أب جامبر مقطوعة، تورن أوفر جديد مش طبقات كثير. سيرجيو بيرجع بيجيب الطابة والفاول، ما في فاول، في سلة فاول وسلة اند وان. تايري كوربت على رواق عم بيحط نقاطه اليوم تايري، هيدي نقطته العاشرة. لاحظوا يعني كادت تفلت منه الكرة قدر يسيطر عليها ويسجل. 10 نقاط لتايري كوربت، 11 نقطة كمان. وراح نشوف لأول مرة ببطولة لبنان اللاعب لامار مالوري بدلا من سيرجيو درويش. 2 و2 كان يلعب بلوكسمبورغ وقبله بالبحرين. لامار هو مؤقتا بدلا من دار تاكر المصاب اللي بده حوالي 12 يوم تيرجع على اجواء التمرين. كوبالي يوسف اخر ثواني الكوارتر الاول، يوسف فلوتر بيسجل. يوسف غندوس شو هالمباراه يا يوسف، شو هالمباراه الكبيره عم تلعبها اليوم. يوسف غندوس
بيج بيج جيم. 14 نقطة ليوسف بالكوارتر الأول، 29-23 تقدم لأنترانيك على بيروت. راح نتابعوا مباراة قوية جدا مشاهدينا على اس بي اي وبيروت سيتي على فيسبوك ويوتيوب. بدنا نشوف بس كم تورن اوفر ارتكب فريق بيروت بهالربع الاول. فعلا المعدل كان عالي، 6 تورن اوفرز على بيروت بكوارتر واحد، رقم كبير بوقت ارتكب انترانيك 3 تورن اوفرز. بالثري بوينتس نسبة الفريقين مثل بعض، 1 من 4. بالفري ثروز مثل بعض كمان، 4 من 5. بالتو بوينتس 11 من 16 لانترانيك، 8 من 14 لبيروت. انترانيك افضل بالفيلد جولز وافضل كمان مع طلاع المباراة، نتيجة واضحة. بس اكيد ما في شيء بعد، كثير بكير نحكم على المباراة، بس لا شك انه راح نتابع مواجهة قوية اليوم بين الفريقين. عودة لمتابعة الربع الثاني. جو غطاس المهمة منا سهلة أبدا اليوم، وكتير بهمه يفوز تيبقى عنده أمل ليخطف المركز الأول بالريجولر سيزون. هو قريب كتير من فريق الرياضة. سيرجيو كان يخسر الطابة، لامار لسيرجيو من جديد، ستيب باك 3 سيرجيو درويش ما بيسجل، والمتابعة تحت السلة بسهولة تايري كوربت. قلنا لكم عالسكت عم بيحط نقاط، وتايري صار معه 12 نقطة. الفريق عم ينزل لأربعة. فاول من نعيم على المان اوف ذا ماتش لهلا يوسف غنطوس. 14 نقطة ليوسف. سايد بول كريستيان هارفي رح يحاول يستلم، يرجع هو الكرة ويتابع طريقه على السلة. كيك اوت، تمريرات سريعة بين اللاعبين الانترانيك، والكوبا اللي بياخذ التسديدة دعانة كاد يسجل منها اندرو بأول محاولة له. سيرجيو درويش بيوصل لكوربت بإيده الشمال، مش معقول كيف بيحط نقاطه، لاعب عن جد مميز تايري كوربت. 15 نقطة صار معه تايري، والفارق نقطتين بس، 5-0 رن، والخمس نقاط لتايري. لكاوي تحت السلة عم يلعب على سيرجيو، بيوصل لبرونر، ثانية وحدة برونر بياخذ التسديدة من المسافة المتوسطة ما بيسجل، والريباوند لتايري، ينطلق هو بالكرة تايري كوربت. ميجو ما بياخذ التسديدة، بياخذ البول اب عن الميد رينج، لا برد لكوربت. حلوة كثير اللعبة بين وفي فاول كانت جيف اند جو حلوة بين نعيم وتايري كوربت. رجع عم نشوف اللي صار، لاحظوا نعيم وتايري والخطأ، نشوف اذا على يوسف. إذا على جميل صاروا خطأين، لا فعلا خطأين صاروا كمان على يوسف. جميل كان اوريدي ارتكب خطأين بالكوارتر الأول. إذا تو فاولز على يوسف غنطوس. عم يسجل الأولي، 16 نقطة لكوربت.
مع 5 ريباوندز. سبعتاش والفارق رجع للصفر، تعادل 7-0 ران لفريق بيروت مع انطلاق الربع الثاني. كان أوترنيك بلش المباراة 6-0 ران، هالمرة بيروت عم يبلش الكوارتر الثاني 7-0 ران، وكمان كوبالي هون ما بيسجل، دفاع ممتاز لبيروت. طابة للامار لكوربت، كوربت بتابع طريقه بايده الشمال ما بيسجل هالمرة، بيرجع بطاقة الريباوند كمان ما بيسجل، الثالثة ثابتة، الثالثة ثابتة لا تايري كوربت هداف المباراة لهلا 18 نقطة. وإذا أضفنا التو ريباوندز اللي عملهم هلا صار معه 8 ريباوندز، مباراة خير على هلا للاعب تايري كوربت 9-0. كان الكوارتر الاول انتهى 29-22، عم بتشوفوا النتيجه بعد دقيقتين و8 ثواني على انطلاق الربع الثاني، أوترنيك بقي 29، بيروت صار معه 31 نقطه، 9 نقاط على التوالي. رده فعل قويه كثير لفريق الكوتش جو غطاس. بوقت كليف الكسندر يعني بعد منه جاهز تيلعب، بس اكيد يعني اذا احتاجوا الكوتش جو غطاس راح نشوفه خلال المباراه. دومينيك اكيد متشكره دائما على الاحصاءات الدقيقه جدا اللي بيعطيها، بيكون موجود اكيد هو فريقه بكل مباريات بطوله لبنان. ضغط دفاعي من بيروت بيطلعوا منها سريعا، أوترنيك بتمريرات سريعه حلوه كثير لكريستيان هارفي، هون بوجهه ميجو، كريستيان هارفي بيحصل على الفاول، بيشتري الفاول بالاحرى، بيعرف يشتري الاخطاء كريستيان هارفي. سايد بول، أوترنيك عم يبحث عن تسجيل سلته الاولى بالربع الثاني. جوردن برونر 8 ثواني، لازم ينتبه فريق أوترنيك عم يتاخر كثير لياخذ الشوط كلاك، وعم ياخذ تسديده صعبه. جمير كولمان لاحظوا التسديده الصعبه اللي اخذها، هيدا اللي عم نحكي عنه. بيجو بيخلي الطابه، لا مش لوقت كثير لانه جمير كولمان بيحصل عليها، بيحاول ياخذ الفاول لكن بيسجل على لامار مالوري، بيحاول ياخذ كان الخطا منه، قرب جسمه عليه لياخذ الفاول بس مالوري ما ارتكب الفاول عليه. 2 بوينتس واول سله لأوترنيك بالربع الثاني، تعادل. علي حيدر فيك بيطلع بايده اليمين ما بيسجل، علي حيدر تبقى الطابه لبيروت. اخر من لمس الكره كان جوردن برونر. يعني كمان بدنا نشير انه علي مزهر ما عدنا شفناه عرض الملعب، كان تعرض لاصابه بايده، بايده اليمين مع نهايه الربع الاول، بدايه الاخيره للربع الاول ما عاد دخل عرض الملعب. سلامات لعلي، اكيد يعني عم يفقدوا كثير فريقه بمركز صناعه الالعاب. حلو الموف، حلو الموف، سبين موف رائع لامار مالوري، واول سله للامار ببطوله لبنان لكره السله. نقطتين بيروت، يوسف غنتوس، يوسف بحمل طابته بيحصل على الفاول من سيرجيو. مباراة كثير حلوة لا يوسف اليوم. حلو
حلو كتير الموف اللي عمله قبل لامار مالوريا، بس مش عم تشوف هون الخطا اللي حصل عليه يوسف، بس السله الاخيره لامار فعلا بتفرجي على سكيلز عاليين لقلو من المكان اللي عمل فيه السبين موف ودخل على السله وصل على الباسكت فيه. يوسف يسجل الاولى 15 نقطة ليوسف. 16 لغنطوس وتعادل 4-3. يوسف يطلع ليرتاح وعليه خطأين. سليم علاء الدين هو والكوبالي. والنخلة كمان موجود داخل لاعب لبناني هون بيحصل على الفاول علي حيدر وكاونتد. يعني جيمي نخلة منا مهمة ابدا سهلة ياخذ فيها المخضرم علي حيدر اللي سجل عليه اكيد علي بخبرة كثير كبيرة. علي مزر عم يرجع اكيد رابط ايده مثل ما شايفين مشاهدينا. علي حيدر ما بيسجل عنده بيرجع بيلتقط الريباوند. علي بيتابع طريقه مره جديده على الباسكت. الكره لمين رح تكون؟ رح تبقى لبيروت. 10 ثواني على شوت كلوك. نقطتين تقدم الضيوف. نرجع بنذكر لقاء الذهاب 94-93 او 93-92 انتهى لبيروت بالشياح باول ديسمبر الماضي. فاول فاول تحت السله هون النخله. صاروا خطأين سريعين جدا لا جيمي نخله. جيمي اللي بيلعب تقريبا حوالي 7.5 دقائق معدله بكل مباراه عند فريق انترانيك. علي كمان عم يستفيد عم يلعب هون ستيل بذكاء كبير كريستيان هارفي. بذكاء كبير هارفي بيحصل على الفاول وكيد يسجل الاند 1. كريستيان هارفي معه 9 نقاط اليوم. كريستيان هارفي نقطتين بعده الفارق لبيروت. 2 فري ثروز لهارفي. مش عم اتذكر معدله 21.4 ببطولة لبنان مع 4 ريباوندز و 3 اسيست. بيضيع الاولي هارفي على غير عادي. عم بيسجل الثاني نقطة الفارق. وكمان لاعب جديد عم يدخل بالدبل فيجرز اللاعب الثالث بهالمباراة من بعد تايري كوربت ويوسف غنطوس هو كريستيان هارفي. علي حيدر عم بيستفيد عم بيستفيد اكيد بس تعرض للبلوك شوت. حلوه الحركه الدفاعيه من جيمي نخله. جيمي نخله بيعمل بلوك شوت حلو كثير على علي حيدر. يا ريت فينا نرجع نشوف شباب الحركه الدفاعيه الاخيره اللي الان فيها جيمي نخله على علي. تو شوتس على كل حال للانترانيك. جمير كولمان 4 نقاط اليوم نقطه الخامسه. عنده معدل 18.4 بالبطوله مع حوالي 10 ريباوندز تقريبا معدل ودبل دبل بكل جيم. جمير كولمان نلكن عن جد ستاتستكس تبع اجانب الانترانيك كثير حلوين توفقوا فيه للسنه ثلاثتهم. مارتينيز علي حيدر لامار كوربت علي مزهر. علي بتبع طريقه بحاول يمرر مقطوعه من سليم. سليم ما في فاول. في فاول في فاول خطا على سليم. رجع بتشوف هون الستيل والخطا يلي ارتكبه لامار مالوري. بيرجع على البنش لامار
وبيرجع سيرجيو بدلا منه عرض الملعب. نقطة تقدم أنترانيك. أكيد تسديدتين لسليم يلي بيسجل الأولى. نقطة الخامسة لسليم. المحاولة الثانية سليم ما بيسجل. ريباوند لا تايري كوربت. علي مزهر سكرين من علي حيدر بيستلم منه. علي 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 بيلعب بيحافظ على الطابة. علي حيدر بيلعب بقوة كبيرة تحت السلة ما بيسجل الثانية. واو الفاول منه موفق اليوم علي ومستاء كثير من وضعه اكيد. يعني رح نشوف كليف الكسندر لاول مره بالمباراه بدلا من علي حيدر. معصب اكيد وعرف هالشيء كوتش جو غطاس. طلعوا ليريحوا ذهنيا. كليف الكسندر لاول مره بمباراه اليوم. جمهور كبير صار موجود معنا بسانتر ديميرجان بالنقاش ملعب نادي الانترانيك. جميل كولمان بيسجل. نقطة السابعة على كولمان. والتقدم عم بيزيد لأصحاب الأرض. كولمان بيسجل الثانية. 39 35 خمس دقايق لنهاية الربع الثاني. علي مزهر سيرجيو مارتينيز ميغو تمريرات بين لاعبي فريق بيروت. سيرجيو كان داس على اللاين. تيرن اوفر تيرن اوفر جديد على بيروت. اكيد الجهاز الفني لفريق الرياضي عم يتابع المباراه لانه خساره بيروت اليوم رح تكون مأزيه لإله بصراع المركز الاول بالريجولر سيزون. هارفي ثانية وحدة. كريستيان هارفي تسديدة صعبة كمان. علي مزهر لكوربت. كوربت بيتعمشها بالسلة وبفرجينا سلة كثير حلوة. اللاعب تايري كوربت هداف المباراة 21 نقطة مع 10 ريباوندز دبل دبل صار معه. كريستيان سمي او سليم كوبالي. الكوبالي عم يسجل اول ثلاثيه لالو. اندرو 16 نقطه كان عمل بمباراه الذهاب بالشياح وعم يفتتح رصيده من النقاط حاليا. خمسه بيرجع الفارق لانترانيك. جمير كولمان. جمير بيلعبها هو. جمير كولمان بياخذ البول اب. جمير كولمان عم بيسجل على ميغيل. 10 نقاط لكولمان. علي مزهر كليف سيرجيو. سيرجيو بياخذ ستيب باك تسديده بيعانى سيرجيو. بتدخل وبتطلع تسديدته لسيرجيو درويش. سبع نقاط فارق. تايم اوت بيطلب الكوتش جو بحال سجل فريق انترانيك حاليا. كريستيان هارفي للنخلي. نخلي بده يلعب على سيرجيو. نخلي ما بيسجل. علي مزهر. علي ما ستيل كمان من كوبالي. مش معقول اندرو وبيفرجينا سله حلوه كثير كمان. والتايم اوت لكوتش جو غطاس. خمس نقاط على الطويله لاندرو كوبالي والفارق صار تسعه. مثل ما قلنا كان وصل من شوي رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي أكرم الحلبي لمتابعة هالمباراة. المتر شاب الرزق موجود كمان أعضاء الاتحاد.
مباراة مهمة بهالمرحلة السادسة ايابا والمرحلة ال15 بمجمل بطولة لبنان. أوترانيك بهمه كتير يأكد مركزه السادس بالريجولر سيزون قبل الدخول للفاينل 8. بعده الصراع قائم مع فريق الأنطونية على المركز بوقت بيروت، أكيد بهمه الفوز اليوم تيخلي ضغط على فريق الرياضي، لأنه إذا وصلنا لمباراة رياضي بيروت والفارق مثل ما هو هلا، يعني مباراة بس لصالح الرياضي وبيروت قدر فاز فيها، بيخطف هو المركز الأول بالريجولر سيزون. المزهر شو بوينت جارد سعارة الملعب عند فريق بيروت، عم بحاول يلعب لعب سريع الكوتش جو غطاس وفي فاول. تنشوف اذا خطا غير رياضي. كوتش جورج عيني بيطلب من البنش تبعه يقعد سريعا لانه كانت رياكشن شوي عاليه. نرجع نشوفها على IRS مع رباح نجيم اذا بتستوجب خطا غير رياضي ايه ولا لا. لاحظوا ستيل اللي انعمل هون من النخله والانطلاقه السريعه من سليم، يعني على الطابه كانت، ما كثير كان خطا قاسي من علي. على كل حال القرار بيبقى للحكم. نورمال فاول، خطأ عادي. إذن سليم عم بيسجل وعم بيوسع تقدم فريقه لعشرة. كمان عم بسجل الثاني سليم، 11 نقطة الفارق 48-37 رغم البداية القوية لفريق بيروت بالكوارتر الثاني اللي عمل فيها 9-0 ران. رجع فريق أنطرانيك، سيرجيو ما بسجل، المتابعة من كليف ألكسندر بتابع تسديدة سيرجيو بطريقة كتير قوية وبيسجل أول سلة لألو كليف واللي دخل من دقايق قليلة من سجل. هون كمان كريستيان هارفي بيضيع تسديدة سهلة فلوتر. جون مارك بيقول تسديدة ثلاثية، جون مارك بيسجل أول 3 بوينت لألو اليوم. تايم أوت هالمرة أكيد سريع للكوتش جورج حقيقي، الفارق نزل من 11-6. المرحلة السادسة ايابا بعد فيها ثلاث مباريات، كانت افتتحت بمباراة مومنتمان رياضي بمزهر 108-81 فاز الرياضي طبعا الاربعاء المساء. اليوم عم نعيش معكم أوترانيك بيروت. بعد في عنا حكمة ان اس اي بكرة الاحد الساعة 5:45 بغزير هوبس والماريست ترين الساعة 5:45 والأنطونية مع ميروبا ترين الساعة 9 المساء.
جوردن برونر مقطوع. سيرجيو درويش كمان بحامي ضبطه بيسجل 2 بوينت. سيرجيو سيرجيو نقطته الرابعة اليوم. جوردن هون جامير كولمان ما بيسجل بالفلوتر. الفارق أربعة بسرعة بسرعة. فريق بيروت عم بينزل الفارق من 11 ل نقطتين 9-0. مش معقول مثل السهم فريق بيروت بيكون متأخر ب 10 11 نقطة بيعملوا 7-9-10-0 رن وبيرجعوا لأجواء المباراة للمرة الثالثة. عم نشوفها اليوم رهيبين عندهم رياكشن كثير سريعة خاصة من بعد التايم اوت اللي طلبه كوتش جو غطاس. كان الفارق 11 هلا الفارق نقطتين. طب يسجل اند وان علي كريستيان في فاول خطا من كليف الكسندر على كريستيان هارفي. كريستيان هارفي 10 بوينتس اليوم. نرجع نشوف كيف حصل على الفاول. واضحه الضربه من كليف على هارفي. كوتش صباح خوري موجود كمان مدرب فريق الماريس تيتابع هالمباراه. المسجل الاولى كريستيان هارفي. أربع نقاط الفارق يرجع لألترانيك من بعد نجاح كريستيان هارفي عن الفري ثروز. سيرجيو الكسندر بياخذ الثلاثية. كليف من أول محاولة عم بيسجل. الكسندر صاير كمان عم بيسدد بنسبة عالية. السنة الماضية مع الحكمة كمان كنا شفناه عم بياخذ بعض التسديدات الناجحة وعم بيتابع مع بيروت هالموسم. كريستيان هارفي جميل بياخذ البول اب بيسجل. جميل كولمان 12 نقطة والفارق ثلاثة. آخر ثواني الربع الثاني. علي مزهر لسيرجيو. سيرجيو درويش يبرم ياخذ تسديدة ما بيسجل كمان. سيء الحظ سيرجيو اليوم آخر ثانية. غنطوس من منتصف الملعب ما بيسجل. 52-49 عم ينتهي القسم الاول مشاهدينا على اس بي اي بيروت سيتي. وبدنا نقول مبروك لكوتش جاد الحج واكيد ديما يلي كتبوا كتابهم امبارحه. الف مبروك لمدرب منتخب لبنان ونادي الحكمه الموجود كمان عم يتابع مباراه اليوم. ثلاث نقاط الفارق. بريك ونرجع لمتابعه مباراه قويه كثير على اس بي اي بيروت سيتي بين اوترانيك وبيروت.
عودي معكم مشاهدينا لمتابعه القسم الثاني من المباراه القويه اللي عم نعيشها معكم اليوم من سان ديميرجان بين الاترانيك وبيروت. لكن قبل ما ننطلق بالكوارتر الثالث بصرنا نرحب برئيس الاتحاد اللبناني لكره السله والنائب الاول لرئيس الاتحاد الاسيوي اكرم حلبي. بريزيدان يعطيكم العافيه. الله يعافيك. يعني من بعد الاكاديميات من بعد الحكام وصلنا للمدربين مع لجنه خاصه راح تكون في ليفلز مثل ما عرفنا من 1 لـ 5 ليتم تقييم اليوم كل مدرب يتعطى باسكتبول. اليوم ما فينا نخلي هالفلتين ماشي. اليوم انت بتعرف تتاسس باسكتبول صحيحه تقدر يعني تنافس اوروبا وامريكا وهدول بدك تكون عندك سيستم تعليمي صحيح مش انه تفيس مكانات. اليوم نحن هيدا كان برنامجنا كاتحاد، هيدا شغل الاتحاد الاساسي. الاتحاد مش واجباته بس يعمل بطولة درجة أولى، الاتحاد واجباته هو تأسيس كرة سلة، تنظيمها إن كان من ناحية الحكام أو ناحية المدربين أو ناحية الأكاديميات. اليوم عم يشغل شغل صحيح وهيدا الشغل برجع بقول لك بيعطي نتيجته بعد 5 و10 و15 سنة. عم ينبنى كرة سلة صحيحة يمكن لأول مرة بتاريخ لبنان. اليوم بدنا نحكي شوية نحن وياك عن مباراة الأنترانيك بيروت. ما في مباراة سهلة عم تقوم ببطولة لبنان. لقاء الذهاب الفريقين كان خلص نقطة واحدة بس صح. واليوم عم نشوف قد ايه الأنترانيك عم بيقدر يجاري فريق بيروت وليش لا يفوز. هذا نظام البطولة اللي انعمل بطريقة انه يضل في منافسة كمان. يعني بالنهاية نحن بالدرجة الأولى بهمنا يكون في اكسبوجر للعبة، ينعمل شو حلو ينبسطوا العالم. اليوم بتحس قد ايه العالم عم تجي. يعني هلا كنت عم بتطلع على صفحة اليوتيوب عندك 5300 شخص عم يحضروا على اس بي اي، وعلى الفيسبوك عندك 1800. قبل ما كنت تشوفها كنت تشوف 175 صح شخص صح. هيدا وحتى الحضور كان بالجمهور اللي عم بيفوت زايد مش انه 100%، فيك تحسب 500 و600%. هيدا يعني بياكد على نجاح نظام البطوله وعلى الاكسبوجر اللي صار الى كره السله اللبنانيه. اليوم كره السله اللبنانيه بمحل تاني. ثانك يو بريزيدنت. الله يعطيكم العافيه على المجهود الكبير اللي عم بتقوموا فيه. بدنا نرجع نحن لنستأنف حديثنا عن مباراة أنترانيك بيروت قبل انطلاق الكوارتر الثالث. وزميلنا وصديقنا نمر جبر دائما موجود بكل ملاعب بطولة لبنان. يلا انطلاق المباراة من جديد. أنترانيك 52 بيروت 49. مباراة هجومية حلوة عم نعيشها معكم اليوم لايف على بيروت سيتي و اس بي اي فيسبوك ويوتيوب. هارفي غنطوس بياخذ تسديدة ثلاثية. يوسف انطلاقة مميزة للغنطوس بالكوارتر الثالث مثل ما كانت انطلاقته الصاروخية بالربع الأول لما سجل 14 نقطة بأول كوارتر. يوسف عم بيسجل ثلاثية عم يرفع رصيده ل 19 في المباراة. ثاني أفضل مسجل من بعد تايري كوربت. علي مزهر لكليف، كليف ألكسندر بيعمل الفيك بيطلع كليف ألكسندر ليكسر سلة ساتر ديميرجان. هو كان كسرها قبل كليف يعني. إن شاء الله اليوم ما يكسرها مضبوط للسلة. غنطوس جمير كولمان. جمير تبع طريقه درايفنج لاب بيسجل. جمير كولمان
الفارق خمسة لأنترانيك. سيرجيو حلوة كتير تمريرة سيرجيو وحلوة السلة كمان لتايري كوربت بس سكورر بالجيم عم بيسجل نقطة 23 مع 10 ريباوندز مباراة كبيرة لتايري اليوم ثلاثة الفارق كريستيان هارفي بصعوبة بمرر ليوسف يوسف غنطوس بيلعب طريقه على السلة يوسف رح يكون في تورن اوفر في تورن اوفر على الغنطوس ووكينج علي مزهر سيرجيو كليف بده يلعب على جوردن برونر بيرجع بيبرر لعلي علي مزهر لكليف كليف بلاقي جون مارك مرتاح جون مارك بياخذ تسديده وفاول ما في فاول في فاول في فاول ثلاث تسديدات لجون مارك جروش كليف بلاقيه مرتاح عن الثري وبيستفيد من ثلاث تسديدات بعد الخطا على سليم علاء الدين جون مارك سجل 2-2 عم بيسجل الثالثه كمان 4 من 4 لجون مارك اليوم بعد عنده وحده سيعادل فيها الارقام جون مارك جروش 5 من 5 والتعادل 56-56 كريستيان هارفي سليم يوسف كريستيان يوسف من جديد سليم علاء الدين بيدخل على البيس لاين سليم تابع طريقه بيرجع ليوسف هارفي على البيس لاين كريستيان هارفي بتخلي الطابة بإيده بيخلي الطابة بإيده لما يطلع على السلة لا يقدر يحصل على الفاول هيدا الشيء اللي عمله لاحظوا كيف دخل على البيس لاين لاحظوا كيف خلى الطابه بايده حميها مزبوط واستفاد من الخطا ارتكب عليه من سيرجيو درويش بيحميها مزبوط للطابه للاعب اللي بده يحصل عليها يجبره يرتكب الفاول لكن على الفري ثروز ما عم بيسجل هون كريستيان هارفي كان ضيع وحده كمان باول هاف 12 نقطة لكريستيان هارفي اليوم مع 2 اسيست واثنين كمان برا هي الثالث وحدة بضيعها كريستيان هارفي بمباراة اليوم بعده التعادل علي مزهر جون مارك على الكورنر ما بيسجل ريباوند وصراع تحت السلة بيحسمه جوردن برونر وانطلاقة كريستيان هارفي مثل العادة مثل السهم كريستيان والخطأ ما في شيء بيوقفه إلا الفاول خطأ من علي مزهر خطأ الثاني على علي مباراة كبيرة فعلا اليوم لتايري كوربت يوسف 23 نقطة لاعب فريق بيروت وقت لامار مالوري ما شفنا كثير على الملعب يعني تسديدة جوردن برونر وبتابعها بنجاح كبير كريستيان هارفي هيدي أول ريباوند لهارفي وكانت ريباوند مهمة جدا أوفنسيف ريباوند وسلة نقطتين لأنترانيك علي مزهر علي لا كوربت سيرجيو سيرجيو بياخذ ستيب باك 3 سيرجيو درويش ما بيسجل صراع الريباوند بيحسبه كوربت كمان ما بيسجل ألكسندر والطابة راح ترجع لفريق أنترانيك في خطأ فاهمين إذا على كليف خطأ على كليف ألكسندر خطأين صاروا على كليف نقطتين الفارق عم بياخد كل وقته كريستيان هارفي ب 24 seconds سليم يوسف يوسف بوجه في علي مزهر بحاول يوصل لجوردن مقطوعة بشكل ممتاز من تايري
تايري بيتابع طريقه، تايري بفينش حلو ما قدر يسجل. سيرجيو درويش بيتعرض للبلوك شوت، دفاع ممتاز من جوردن برونر. هارفي ما بيتوقف، ما بيتوقف يا جامار، ما بيتوقف ما بيتوقف هارفي. 14 نقطة لكريستيان والفارق 4. كمان ستيل، كمان ستيل، وهارفي راح يستعرض هو وجميل كولمان. لا جميل بيرجع بيسجل. يعني لو كان في لاعب واحد من فريق بيروت معهم وضيعوا السلة الأولى كان من الصعب يحصلوا على الريباوند. تايم اوت لكوتي جو غطاس. ست نقاط الفارق لأنترانيك. بعدهم شبابه لكوتش جورج عقيقي عم بيلعبوا مباراة كتير مهمة اليوم، تركيز كبير لفريق أنترانيك، عارفين انه قادرين يخطفوا المباراة اليوم على أرضهم. نرجع نذكر لقاء الذهاب بالشياح ب أول ديسمبر 2023 خلص بس نقطة واحدة لبيروت 93-92. توني جانتويون مدير فريق أنترانيك علي مزهر. كوربت سيرجيو تبع طريقه سيرجيو ما بيسجل، ما في فاول. يوسف غنطوس لا جوردن برونر، غنطوس من جديد بوجهه في علي مزهر، غنطوس لهارفي كريستيان بياخذ بايده الشمال. كريستيان هارفي فينش رائع، درايفنج لاي اب بايد الشمال والفينش بالايد اليمين. حلو كثير اختراقه لهارفي. الفارق 8 بس بيروت فرجينا انه قادر يعمل كومباك ب 9 10 و 11 0 ران. لنشوف جامار كاتش اند شوت، جامار جروش ما بيسجل. ريباوند لا جوردن برونر، ريباوند رقم 5 له تحت السله. جميل كولمان عم بيسجل رغم المضايقه الدفاعيه من تايري كوربت والفارق 10. علي مزهر سيرجيو بوجهه في يوسف ياخذ الكرة على البيس لاين ياخذ التسديده. سيرجيو اوفنسيف فاول، اوفنسيف فاول من سيرجيو على يوسف. حاول يخلق سبيس سيرجيو لياخذ التسديده. كان في بوشينج فاول وجمهور أنترانيك طبعا سعيد جدا بتقدم فريقه. هارفي يوسف ياخذ البول اب، يوسف غنطوس بيسجل. يوسف، يوسف غنطوس نقطة العشرين ليوسف. علي مزهر او علي حيدر لكليف، ثلاثية كليف الكسندر ما بيسجل الثانية. ريباوند لكوربت مش لوقت كثير. هل رح تبقى الكرة مع فريق بيروت؟ في فاول، في فاول، رجع عم نشوف صفر خطأ على كريستيان هارفي، خطأ الثاني على كريستيان هارفي. علي حيدر للمزهر، سكرين من حيدر عم يحاول يلعب معه، ياخذ تسديده صعبه. علي حيدر على الباك بورد بيسجل. حلوه تسديده لعلي،
والفارق 10 من جديد. غنطوس غنطوس بياخذ البول اب كمان يوسف غنطوس انستوبابل اليوم مش معقول اللي عم بيعمله يوسف 22 نقطة أفضل لاعب بفريق أوترانيك جامارك لا طايري طايري في صفرة قبل 12 نقطة الفارق 70-58 قبل 3 دقايق و22 ثانية على نهاية الربع الثالث سايد بول علي مزهر لا أميغو فوربت علي حيدر ما راح ياخذ التسديدة يعمل درايف على السلة علي بلاقي أكثر كليف مرتاح وبيسجل كليف ألكسندر بطريقة رائعة كثير مهم يلاقوا بعضهم ثنائي ارتكاز فريق بيروت علي وكليف وهذا الشيء اللي بيعمله عليه حيدر لاعب ذكي كثير والفاول خطا من تايري كوربت على سليم علاء الدين و برافو سليم اخترق بايده الشمال صراحه كل لاعبي فريق أوترانيك عم بيلعبوا اليوم مباراه كبيره عم بسجل الأولى سليم نقطة الثامنة جود جيم سليم 8 نقط 3 ريباوندز وأسيست وهيدي التاسعة كمان لسليم علاء الدين الفرق رجع 12 وجمهور أوترانيك عم بيحط الضغط على لاعبي بيروت كليف لعلي وشو في جابير كولمان علي علي حيدر علي بيلعب عليه علي حيدر بيخسر الكرة ضغط دفاع ممتاز لفريق أوترانيك سليم علاء الدين بدون الماتش أكثر فريق أوترانيك حلو كثير تمريرة ما بتوصل بشكل صحيح لكن جابير علي مزهر لا كوربت حلوة كثير حلوة كثير التمريرة والسلة عم نشوف اليوم يعني حوالي الاربع خمس سلات استعراضيه بمباراه أوترانيك بيروت كل وحده احلى من الثانيه عشرة الفارق هارفي جمير كولمان سليم يوسف يوسف ياخذ البول اب يوسف غنطوس انستوبابل اليوم شو عم تعمل يا يوسف مش معقول اللي عم يعمله يوسف غنطوس تحول لكوبي براينت اليوم كمان ستيل تورن اوفر على بيروت وسليم بيسجل كمان والفارق عم يكبر اكثر واكثر 14 نقطه لاول مره بالجيم تقدم أوترانيك ميغو كليف كمان كمان تورن اوفر كمان تورن اوفر سليم لكريستيان هارفي هارفي ما راح ياخذ التسديده بروق اللاعب اكثر يوسف بياخذ هو عند الكوردر ثلاثيه ما بيسجل سريعه كانت كانت سريعه ليوسف يوسف اللي صار معه 24 نقطه بمباراه اليوم كمان ما عم بيسجل ميغيل سوء يعني ما بعرف اختيار للتسديدة عند فريق بيروت عندنا عم نشوف تسرع كمان كبير عند الفريق الضيف تحت السلة بيتابع بيتابع جوردن برونر الفارق الفارق عم بيكبر الفارق عم بيكبر كريستيان هارفي أخذ الثلاثية ولحظة كيف ومن وين تابع جوردن برونر جوردن بعد ما سجل نقاط بهالمباراة هيدي أول سلة لإله معه 6 ريباوندز وأربع أسيست فارق 16 نقطة قبل 50 ثانية على انتهاء الربع الثالث
برونر ما بيسجل الاند وان. اخر ثواني الربع الثالث. سيرجيو علي حيدر، علي حيدر ما بيسجل ريباوند ليوسف غنطوس. مانو منيح ابدا بيروت اليوم. يوسف يوسف يوصل لكريستيان هارفي، بيدخل على البيس لاين كريستيان هارفي. كمان تيرن اوفر هالمره على اونتانيك. سيرجيو سيرجيو بتابع طريقه وفي فاول، فاول من جوردن على سيرجيو. ستاشر نقطة فارق. نعم كلنا عم بيتابع مباراة أنترانيك وبيروت على اس بي اي وبيروت سيتي، او كل اللي هلا فاتوا على فيسبوك او يوتيوب تيكملوا هالجيم. نعم 16 نقطة أنترانيك. كتير جوعانين للفوز كانوا، مع انه كان صار لهم 25 نهار ما لاعبين مباراة رسمية او كومبتيتيف جيم. سيرجيو عم كتير تمرير يا سيرجيو، والسلة جميلة من لامار مالوري. اليوب حلو كتير بين سيرجيو ولامار. ثلاث ثواني. كولمان جديدة صعبة، سليم يبرم بيسدد بعيدة. 14 نقطة عم ينتهي الربع الثالث. تقدم أنترانيك على بيروت. أنترانيك إذا بيفوز اليوم بيأكد بنسبة كتير كبيرة مركزه السادس بالريجولر سيزون، يعني بيلعب مع المركز الثالث بالفاينل 8 البلاي أوفس مع صاحب المركز الثالث. تحية كبيرة لصبايا وشباب الصليب الأحمر اللي دايما بيكونوا موجودين بكل الملاعب. مين راح يكون مركز ثالث بالبطولة؟ المعركة كبيرة كبيرة بتحديد المراكز قبل نهاية الريجولر سيزون. كلام مشرف، مشرف عبد المسيح طبعا ما نراضي ابدا عن مباراة اليوم. اخر 10 دقائق، هل رح يقدر بيروت يعمل الكامباك؟ كثير مهمين اول 3 دقائق من الربع الاخير. علي حيدر بيسدد، حلو كثير يا علي، حلو كثير السله. علي حيدر هوك شوت. الفارق بينزل 12. على علاء الدين هون تمريرة خاطئة، علي حيدر بيسيطر عليها. كوربت حافظ على الطابة، كوربت بصعوبة، ميغيل كوربت من جديد بيلاقي لامار، لامار لامار بتابع طريقه، لامار ما بيسجل بتابع وفي فاول، في فاول على لامار مالوري. هذه أول مباراة بنذكر للامار ببطولة لبنان، كان وصل امبارح تمرن تمرينة وحدة أنجأ مع مع فريق بيروت. تو شوتس. لكن 10
حصل على الريباوند من بعد تسديدة لامار هو تايري كوربت بياخد أول فري ثرو ناجحة ما بيسجل الثاني ريباوند لهارفي فارق 11-72-67 ثلاث نقاط لبيروت بهالربع الأخير سليم تأخر ضيات التمرير على هارفي ببرر للجامير كول من الجامير ما بيسجل رجع طابي دفاع ممتاز كانت من تايري كوربت بزيد الثلاثية ما بيسجل لامار تبع الكرة لبيروت مستويات كتير غطوس بيسيطر عليها كريستيان هارفي سليم جميل كولمان ثلاث ثواني جميل بول اب جميل كولمان باخر ثانيه بيسجل سله مهمه كثير هيدي اول سله لفريق انترنيك بالربع الاخير 13 الفارق علي حيدر علي في خطا على جوردن برونو رجع بتشوف علي حيدر هو جسم كتير كبير بيسجل كمان علي وكمان بيسجل الاند وان الفارق عشرة جوردن برونر تنتبه صار معه اربع اخطاء بدلا منه نخلي على البوزيشن 5 وهون يعني هيستفيد اكيد علي حيدر اكثر واكثر جميل كولمان بصعوبه بحاول يلاقي سبيس تاخذ التسديده ما بيسجل ريباوند للنخله عم بيسجل وبيحصل على الفاول حلوه كثير السله وقديه حتعطيه معنويات فعلا سله كثير صعبه نرجع بنشوف اول تسديده من كولمان ولاحظوا من وين جاب الريباوند وطلع بوجه كل لاعبي بيروت وسجل برافو يا نخلي خيرها 13 من جديد سجل الاندوان كمان سيرجيو وجهه في سليم سيرجيو بتابع طريقه كمان ما بيسجل صراع تحت الباسكت علي حيدر علي بيحصل على الفاول كمان بيسجل فاول من النخلة هالمرة علي بزر عم يرجع على الملعب بدلا من ميغيل مارتينيز علي كان تعرض لإصابة بإيده متذكر انتظار انه يربط حذائه النخلة جيمي معه ثلاث نقاط اليوم علي حيدر ما بيسجل الاند وان والطابه راح تبقى لفريق بيروت زحت من ايده لجيمي اوت اوف باونس سيرجيو وصل علي حيدر علي 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 ما بيسجل جيمي على الريباوند اشتغلت كثير سيرجيو لعلي حلو كثير سيرجيو على السريع اول ما يلمس الكرة بيحولها سريعا لعلي حيدر وحيدر صار معه 21 نقطة مع اربع ريباونز علي حيدر اليوم يوسف
يوسف حلو كتير للنخلة تحت السلة، دفاع ممتاز من سيرجيو، بنطلق بالطابة سيرجيو سريعا حلو كتير، وتايم اوت لكوت جورج عقيقي. حلو كتير هالجام من لامار مالوري. فارق سبعة بعد ما وصل لأربعتاش وستاش حتى مع نهاية الربع الثالث. اتناش خمسة بهالكوارتر لبيروت. بعد ما في شيء خلص نقول مبروك لياسمينة زيتون مس لبنان اللي وصلت للتوب 12 بمس وورد. توب 8 ولا توب 12 دبل تكت. توب 8 برافو حلو كتير ياسمينة تستاهل على كل حال. توب 8 اذا بمس وورد ياسمينة زيتون. يلا بنرجع لاجواء الجيم. كريستيان هارفي كريستيان هارفي فلوتر دفاع بيروت كتير اتحسن بالربع الاخير. سيرجيو سيرجيو درويش بحافظ على الطابة عليه حيدر تحت السلة حلو كتير الفيك وحلو الفينش من لامار مالوري اللي بلش يدخل باجواء فريقه سريعا. لامار مالوري كان فرجينا سلة استعراضية رائعة من شوي وهلا كمان دبل فيك وسلة تحت تحت الباسكت. الفارق خمسة بس كان 14. يوسف غنطوس بيخسر الكرة سيرجيو درويش all the way. سيرجيو درويش بيسجل بطريقة حلوة كتير. الفارق ثلاثة 83-80 كان 14. شو هالمباراة كريستيان هارفي جوردن برونر يوسف سبع ثواني جميل كولمان خمس ثواني كريستيان هارفي بياخذ تسديده صعبه عن الكوردر ما بيسجل. علي حيدر عالي على الريباوند عالي كثير لحيدر لسيرجيو سيرجيو بيحصل على الفاول. كان بده يلعب يحاول يمرر لامار مالوري. قلت لكم فريق بيروت قادر يعمل الكامباك وفرجينا اياها لاكثر من مره بهالمباراه. قادر يعمل 9 و 10 و 11 0 رن واكثر. علي سيرجيو لا تايري تايري ما بيسجل بيحاول يحصل على الريباوند. جميل كولمان بيحسمها خمسه ريباوند جميل كولمان مع 20 نقطه اليوم. جميل كريستيان جميل من جديد بوجهه في تايري كولمان بول اب حلو كتير بول اب جامبر جميل كولمان 22 نقطة فارق خمسة ياخذ سبيس هون لا ياخذ التسديدة لكن ما بيسجل لامار مالوري. شو هالمباراة القوية اللي عم نعيشها معكم اليوم بالمرحلة السادسة ايابا من بطولة لبنان للباسكتبول. جميل كولمان كريستيان هارفي اربع ثواني جوردن برونر بياخذ تسديده ثلاثيه ما بيسجل. علي مزهر انطلق سريعا بعد ما التقط الريباوند. سيرجيو درويش مثل السهم بيفهموا على بعض كثير منيح. علي وسيرجيو شايفه داخل بالدرايف على السله اعطاه اياها بسرعه علي مزهر. فارق ثلاثه من جديد
جميل كولمان بول اب جامبر من جميل كولمان ما بيسجل المرة. ريباوند عالي للامار ميلوري. علي وسيرجيو مرة جديدة لكن هالمرة ذكية كتير ذكية كتير بين الثلاثي علي مزهر سيرجيو درويش وعلي حيدر. تمريرتين ولا أجمل علي لسيرجيو سيرجيو لعلي نقطة الفارق. يوسف غنطوس كولمان لهارفي ثلاث ثواني ثانيتين هارفي بياخذ تسديدة بلوك شوت من علي مزهر والانطلاقة السريعة من علي حيدر. علي علي متابع طريقه وفي ووكينج كان لازم يمرر قبل علي حيدر. عم بيقول له كوتش جو غطاس بسيطة ما صار شيء بعد نقطة الفارق ثلاث دقايق وخمس ثواني. هارفي دبل تيم عليه لهارفي برونر سليم بيدخل على البيس لاين سليم سليم بيمرر ل تحت السلة جابير كولمان بيتعرض للبلوك شوت كولمان بيحاول يطلع طابة لجوردن وخلص الوقت 24 ثانية. سلامات للحكم رباح نجام اللي ضرب فيه بالغلط جوردن برونر بايده ضربت ايده لبرونر بعينه لحكمنا الدولي العالمي فينا نقول بطلنا نحكي دولي بس اكيد بدنا مقصوده. نقطه الفارق علي حيدر علي تحت السلة علي حيدر بلوك شوت من برونر طب عليه سريعا كان ناطره جوردن برونر. جميل كولمان بيصل على الفاول من سيرجيو اكيد منا كاونتد اربعة فاول على سيرجيو. اخر دقيقتين 19 ثانية نفس سيناريو مباراة الذهاب يلي خلصت نقطة لبيروت. كريستيان هارفي عم ياخذوا كل وقتهم يوسف يوسف لجوردن برونر عن الثري بيسجل برونر يعني اخر لاعب ممكن تتوقع ويسجل ثلاثية هو لاعب ارتكاز فريق مطرح بيعمل فريق أربعة بلا سلة شو مهمة سيرجيو يعني طريقه سيرجيو حلو الفينيش وبيسجل المتابعة المتابعة من تايري كوربت. تايري كوربت 28 نقطة هدف المباراة نقطتين نقطتين الفارق. كولمان جميل كولمان يوسف غنطوس مباراة كتير كبيرة ليوسف اليوم هو اللي عمل الفارق إلى جانب جابير وكريستيان وفي فاول خطأ من تايري على جابير. معه ثانية ليمرر باخر لحظة يعني كان عملوا تورن اوفر فريق انترانيك هون يوسف غنطوس من ثواني لانترانيك لياخذوا التسديدة يوسف ضغط دفاع كبير لبيروت سليم بتابع طريقه على السلة سليم بيحصل على الفاول بيحصل على الفاول عنده وقفة منا هيني هلا عنده وقفة منا هيني ابدا عن الفري ثروز عن خط الربيعة الحرة. سليم بأعصاب هادية. مباراة كبيرة اليوم 12 نقطة صار معه. مقابل 24 ليوسف
وافضل مسجل بفريقه يوسف عطوس. سليم اذا عمل فارق اربعة قبل دقيقة يعني بيعملها سليم عم بيريح فريقه منيح. سيرجيو نفذ سيدي صعبة ستيب باك 3 ما بيسجل سيرجيو ريباوند لاج جوردن برونر اخر ثواني المباراة. اوترانيك بطريقه لتحقيق فوز كبير وكبير جدا وغالي على فريق بيروت. سبع ثواني كريستيان هارفي الفينش الرائع. شو هاللاعب الكبير انت؟ شو هالفنان؟ شو هالفينش الرائع؟ كريستيان هارفي 20 نقطة الفارق 6 صارت صعبة. لاحظوا من وين بيخلص ستابس تبعه مش معقول بطير بالجو عنده ليونه كثير خفيف يعني الفينش اللي عنده اياه او عمليه الانهاء على الباسكت كثير حلو سلس. فريق اوترانيك صار قريب وقريب جدا انه يحقق انتصار غالي على ارضه وعلى نادي بيروت. سيرجيو لعلي جامارك بياخذ تسديده سريعه جامارك جروش بيسجل ريباوند لعلي مزهر محاوله ثانيه كمان جامارك جروش كاتش اند شوت بيسجل الثاني سريعا 24 ثانية بعد فيه الفارق 3 فاول سريع من بزهر على كولمن. تو شوتس جميل كولمن 22 نقطة اليوم ما بيسجل 22 نقطة 6 ريباوندز لكولمن الفارق 3 كثير مهمة الثانية إذا ما سجلها فريق بيروت قادر يعادل الأرقام بيسجل الثانية تايم أوت. المواجهة هي الثانية رح تكون بين كوتش جورج عقيقي وكوتش جو غطاس اللي كانوا سوا بفترة من الفترات بالموسم قبل الماضي مع فريق الحكمة لما كان كوتش عقيقي مساعد كوتش غطاس بالنادي الأخضر. الموسم الماضي كان كوتش عقيقي مساعد أحمد فران بالنادي الرياضي والسنة هيد كوتش أنتانيك. أول مواجهة بين جو وجورج خلصت نقطة للغطاس اليوم. إذا فاز اوترانيك بيكون أول فوز على جو غطاس من قبل كوتش جورج عيي. كورنت هون بيسجل الفولو سريعة كثير كانت ذكية من على مزهر من تايري لكوربت وفاول سريع كمان نقطتين صار الفارق
نقطتين للفارق. كتير ذكية كانت المحاولة الأخيرة، لعبة بالجو. علي مزهر اكتر اعتقدوا انه بيروت حياخد تسديدة ثلاثية، لعبة ذكية لتحت الباسكت. علي مزهر لطيري كوربت، كولمان واحدة من اثنين من شوي بسجل هالمرة. اعصاب كبير كتير كتير مشدودة عند الانترانيك وعند يوسف غنطوس. امين اثنين من اثنين هالمرة، اربع نقاط علي مزهر. مين رح ياخذ تسديد الصاو والستيل هون؟ الستيل وبيسحط على الملعب. في ووكينج، في ووكينج على جميل كولمان. اخر 12 ثانية استعجل فيها لحاله طبعا، ما في اي خطا. زحط كولمان. علي مصر، علي حيدر بياخذ قوه تسديد الثلاثيه. حيدر ما بيسجل. صراع الريباوند، سليم علاء الدين، والمباراه عم تنتهي بشكل شبه رسمي. ثلاث ثواني فاصلة ستة. فرحة كبيرة أكيد لجمهور أنترانيك والجهاز الفني. سليم عم بيسجل. سليم علاء الدين نقطة 13 او ال 14 حتى 14 نقطة لسليم مع 4 ريباوند و 15 نقطة ايضا. الفارق 6. علي مزهر بيحاول ياخذ اخر تسديدة والمباراة رسميا عم تنتهي بفوز انترانيك على بيروت 97-91. مفاجأة كبيرة بهالمرحلة ال 15 السادسة ايابا، بس ما فينا بقى نعتبرها مفاجأة كبيرة، نعتبر مفاجأة على الحلم، لأنه أنترانيك فرجينا أنه قادر يقارع الكبار لهالموسم. بدنا نحاول ناخذ هداف فريق أنترانيك يوسف غنطوس. صار تاني هداف لأنه كولمان عمل 25 بس يوسف معه 24 نقطة. هالنتيجة النهائية مشاهدينا على بيروت سيتي و اس بي اي. وينو يوسف؟ ضروري نحكي مع يوسف غنطوس. عم نشوف الفرحة الكبيرة طبعا لأعضاء الإدارة والجهاز الفني عند أنترانيك. بس قبل ما ناخد يوسف بدنا نحكي كلمة مع كوتش جورج عقيقي. مبروك مباراة كبيرة، هجوميا ممتازين اليوم. يعني بيروت كمان يعني 91 نقطة سجل، كان جيد هجوميا صح. دفاعيا احنا دفاعيا ما كنا ابدا بيومنا، غلطنا كثير سبيشلي على الاوفنسيف ريباوند، يعني لموا كثير علينا. وهذا اللي قلت لهم اياه على الهاف تايم جورج، على الهاف تايم كانوا لامين 12 اوفنسيف ريباوند وحاطين 12 نقطة سكند شانس. قلت لهم اذا ما بنعمل كنترول بده يفرقوا الجيم لهم وفرق كثير كبير. فالحمد لله قدرنا عملنا ليد بثالث كورتر واول الرابع. هيدا الشيء اذا بدك اللي اعطينا الادفانتج انه نضلنا مكملين للاخر ونقدر نربح الجيم. مركز سادس عم بتاكدوه اكثر واكثر بالريجولر سيزون، انت مهم ان شاء الله. اكيد جورج عم نحاول قد ما فينا. قلت لك 25 هارد ويف، بس عن جد مهدينا كريدت للشباب ومش لحدا غيرهم. عاده اللعيبه بيفوت بالروتين بهيدي الفتره، الشباب ضلهم فوكس 100%، ضلهم ملتزمين 100%، ضلهم عم يتمرنوا وما وقفنا ابدا. نضلنا منتلي طاف تنقدر نجي ونكون حاضرين لهذا الجيم. يعني اكيد كتار كانوا خايفين من بدايه بطيئه لكم بعد التوقف، بس اسم الله عليكم. الحمد لله الحمد لله. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو.
يوسف غندوس، يوسف أربعة وعشرين نقطة، ستة ريباوندز، اثنين اسيست. أنا كل ما أكون موجود بهالملعب وجهك خير علي. شو كل مرة بستضيفك بتعمل مباراة كبيرة. وجهك خير والله. شلي محل هون دائما تكون حاضر بملعب الأنطوانية. خلص ايه على طول لازم. وحياة الله بدي أحكي. لا بنصحك انت رح تجي بدون ما تشيلونا كرسي، دائما موجودين احنا معك. يوسف برافو، مباراة كبيرة لك ولفريقك. كنت تتوقع الفوز خاصة بعد 25 يوم توقيف لكم؟ ليك وحياة الله، إذا بتشوف كيف كنا عم نتمرن من وقت آخر جيم لليوم، بتحس كأنه عم نلعب كل جمعة، يعني كل ثلاث أيام كانوا عم نلعب. عن جد very high intensity، very high level basketball التمرين عم بتكون. كنت حاسس إنه حنربح اليوم، تعرف كلاعب أوقات بيجيك إحساس. سو إذا بتشوف كيف كنا قتلنا، عم نلعب كلنا لبعض، عم طابع عم تبرم. توفقت كتر خير الله، قدرت ساعد الفريق اليوم. كانوا عايزين أول هاف على السكورينج، توفقت، واهم شيء قدرنا نربح اليوم بيروت. مباراه كبيره على فريق كبير. صح. مركز سادس لعبكم بالريجولر سيزون، عم بتاكدوا اكثر واكثر. صح. بتلعبوا مع الثالث بالفاينل 8. مضبوط. ما راح تكون مواجهه سهله ابدا من بعد اللي عم نشوفه من الفريق اوترانيك هالموسم. صح. بتخسر كل الفرق عم تضرب حسابنا. معقوله بتحلموا بفاينل 4؟ يعني ليك جورج، فينا ما اقول، يعني عم نلعب بطريقه كثير حلوه. بالنهايه الباسكت عم تلعب 5-5، اللي حيفوت على الملعب واللي حيقاتل اكثر واللي بده يربح، مين ما كان بوجهك فيك تربح وفيك تخسر. سو نحن علينا نقاتل، نعمل اللي علينا، وان شاء الله بنعمل فاينل فور. يعني صعبه بس انه ان شاء الله. برافو يوسف. ثانك يو جورج. مبروك لالترانيك، 97-91 نتيجه نهائيه، فوز على نادي بيروت. نحن بنلاقيكم اكيد من وعيد. حابب اتشكر كل فريق عمل اس بي اي الموجود معنا كان اليوم بيساطر دامر جيام النقاش، واكيد المنتخب بيكون التنين اذا قلرات مباراه الانطونيه وميروبا الساعه 9 بملعب الانطونيه.